حمدان خبرني عن تفاصيل سباق صلالة اللي حصلت في المركز الأول. سباق صلالة كان سباق جبلي مسافة 21 كيلو طبعاً، والجو كان متعب صراحة، يعني تعبت فيه وايد، لكن الأجواء جميلة إنك أنت قاعد داخل سباق تنافس ويا يعني ناس من دول مختلفة، من الكويت، من السعودية، من قطر، من عمان، ومن جنسيات مختلفة. قبل ما تدخل هذا السباق حمدان، كنت متوقع انك تفوز بالمركز الاول؟ الصراحة لا، بس ما احط في بالي ان انا ما اقدر، اقول ان شاء الله واتوكل على الله. يعني كانوا معاي الشباب، انا كنت الوحيد اللي داخل فيهم مسافة 21 كيلو، الباقيين كانوا داخلين 10 كيلو، فقالوا لي انت كيف داش 21 كيلو؟ قلت لهم كنت جربته، يعني مش اول مره، كان جربته في الامارات في الوثبه، وثاني هاي ثاني مشاركه عندي في عمان، فقلت لهم جربت اول مره في الصحراء واجربه هنا في اليبال، يعني ما في مشكله، واشوف شو وين الاصعب والحمد لله قدرت اني اتخطى هالسباق، مع انه كان متعب جدا، اليبال رايح فوق نازل تحت يمين يسار، درجة حرارة ما كان بالعادة، درجة حرارة في صلالة تكون أجواء حلوة، على حظنا إحنا رحنا السباق والجو حار شمس، والسباق تقريبا خلصته بساعتين شوي، فأنت ساعتين شوي تحت الشمس يعني وايد تبذل مجهود. إذا خبرني حمدان، منو أصعب، الصحراء ولا الجبل؟ هم اثنينهم صعبين يعني، بس تقدر تقول مثلا اللي في الصحراء يمكن تمرنت في الصحراء، يعني تعودت على الجري على الرمل، لكن في صلالة اليبال فكان اصعب علي شوي، ونفس ما قلت لك يعني المسار كان مش سيده، شوي فلات، شوي فوق، شوي تحت، في اماكن وعره، في انا تعورت في بدايه السباق. ترى انا هذا اللي كنت بسالك فيه حمدان، الاصابات في التضاريس الصعبة اللي مثل الجبال، كيف يعالجها المتسابق؟ كيف يتخطاها يعني؟ والله تضغط على نفسك، هذا السباق تضغط على نفسك، تتحمل لين تخلص السباق، لأن لو أنت وقفت يعني خلاص بيطوفون عليك الجماعة واحد ورا الثاني، فليش تكمل السباق؟ فلازم تتحمل شوي، تجازف وتتخطى الشيء ولين تخلص السباق. خبرني عن الإصابة أو شو الإصابات اللي تعرضت لها في تعورت في الركبة، تعثرت بصخرة يعني، ونشيت كملت، مع أنه كان بالبداية ألم، خف عني شوي الألم، عقب رد لي الألم بزيادة يعني، يعني وصلت لمرحلة أني قلت يمكن أوقف على هالسباق والمسار، بس الحمد لله يعني في هالسباق لحقني واحد من الربع فوايد عطاني بوش، فكملنا السباق انا وياه، عقب لين ما ارتحت اكثر حسيت ان اقدر اجري، فكملت والحمد لله خلصت المركز الاول يعني. والله اطمح ان تكون لي مشاركات غير المحليه، تكون دوليه، اجرب السباقات اللي تصير في الدول الثانيه، واتمنى ان اكون فيها يعني من الناس اللي منافسين لهذه اللعبه. شو تمثل لك المشاركه الدوليه لما تشارك برا؟ شو هدفك وشو طموحك؟ طموحي في هذه اللعبه اني ارفع اسم بلادي في المشاركات الخارجيه العالميه، واتمنى اني اكون بطل عالمي في اللعبه ان شاء الله. خبرني حمدان عن مشاركاتك في سباقات الجري. سباقات الجري طبعا مشاركاتي كلها سباقات مجتمعيه، مو اني العب في نادي ولا شيء، وان هذه السباقات استفيد منها حق سباقات الموانع، يعني حق تاخذ منها اكسبيرينس، خبره، ايوه، تتعلم فيها علشان سباقات الموانع. سباقات الموانع تحتاج جري، فيها جري مهم على المسافه، سباقات الجري بس انها تكون يعني جري.
خبرني حمدان عن هواياتك اكثر. هواياتي هي كرة القدم، رياضة بشكل عام يعني، والدراجات الهوائية يعني امارسها بس بين فترة وفترة مش بشكل دائم. انا ملاحظ شيء فيك يا حمدان، ان انت تبغي تمارس رياضة باي شكل من الاشكال عسبة ما تخسر من لياقتك البدنية. بالعكس، انت لازم تنوع يعني. الدراجة حاليا امارسها فكارديو يعني، حسب اذا ابغي اغير من الجري طلعت بالدراجة، ملان ما ابغى اسوي كارديو في الجيم طلعت بالدراجة وطلعت اجري. فتنوع حلو يخليك على استمرارية اكثر، ما تمل من الشيء.